شيخ صالح، بالنسبة لبناء المساجد، هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد أو ما ملحقاتها أو دورات المياه؟ لا يجوز دفع الزكاة في المساجد والأعمال الخيرية، بل هي لما حصره الله في الآية: إنما الصدقات، يعني الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. الزكاة تصرف في هذه المصارف الثمانية لأن الله حصرها فيها، وأما المشاريع الخيرية فتمول من التبرعات، تمول من التبرعات ومن أعمال الخير، وأما الزكاة فهي تخص بمن خصها الله بهم في هذه الأصناف الثمانية. نعم.